الاندونيسي كمان بيبدأ أول عملية لقاعدة يشتبه انتمائها لتنظيم داعش في جزيرة سوالزي. بيتحرك علشان بيشوف عملية، بيعمل عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة أو خلية تابعة لتنظيم القاعدة. العنوان الثالث اللي خد اهتمام برضو في الصحافة العربية النهاردة، آية الله خامنئي بيطلق تعبئة عامة في إيران ويأمر بتطوير منظومة الصواريخ. ده بعد التهديد اللي حصل للسعودية. أعتقد أنه أنا بقول لكم أن إيران لن مستحيل تدخل في حرب في المنطقة دي. إيران عندها طرق تانية خالص. إيران تخش تلعب في العواصم، تعمل قلاقل، تضرب ناس في بعضها، لكن تدخل في حرب مباشرة ما أعتقدش أبدا. حتى لو أنت شايف أنه حصل تقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية ما أعتقدش. إيران عندها حاجة اسمها فيلق القدس. فيلق القدس ده وحدة عسكرية تم تشكيلها من الحرس الثوري الإيراني، بيقودها سليماني، وهذا رجل يعتبر من أخطر الناس في إيران، وللأسف ما نعرفش عنه كتير. لكن نيويوركرز من فترة كانت نشرت عنه تقرير إنه إزاي الرجل ده شكل فيلق القدس، علشان هذا الفيلق اللي بيتكون من عسكريين ومخابراتيين عندهم القدرة إن هم ينزلوا مناطق الارتباك والشتات، يزودوا هذا الشتات ويلعبوا لمصلحة دولتهم. يعني ينزل سوريا يلعب لصالح نظام بشار، ينزل لبنان يلعب لصالح حزب الله، ينزل اليمن يلعب لصالح الحوثيين ويساعدهم. وادينا شفنا الفترة اللي فاتت عدد كبير جدا من التابعين او ضباط التابعين للحرس الثوري الثوري الايراني تم ضبطهم سواء في اليمن او في سوريا او حتى العراق. في محاكمة مراسل واشنطن بوست في ايران بتهمه التجسس، ده برضو من العناوين اللي ما فيهاش تفاصيل كتير جدا. في كمان خبر بيقول ان البحريه الامريكيه بترسل سفينتين حربيتين الى المياه قرب اليمن، واضح ان كل واحد عاوز يلاقي له مكان في هذه المعركه. وهنا يخليني برضو اقف عند حضراتكم واقول لكم، ناس كتير جدا بتتكلم عن التدخل البري في اليمن، حتى هذه اللحظه ما فيش اي قرار، حتى هذه اللحظه كل المؤشرات بتقول ان حتى السعوديه ما بتفكرش في هذا الامر، وان كله ما عندوش استعداد ياخد هذا الامر. لكن في تفكير، والتفكير هنا يا جماعه غير القرار، بمعنى ان انت في دخلت في عمليه خلاص عسكريه لمواجهه الحوثيين في اليمن، فبالتالي لازم تحط خططك انك هتضرب مثلا جو، هتحاصر بحر، هتمنع مش عارف ايه، هتمنع مش عارف ايه، الى ان تاتي موعد الخطه الاخيره اللي هي التدخل البري. لازم تبقى جاهزه، تبقى جاهزه، لكن هل تم بيها اتخاذ قرار؟ لا. السؤال الثاني، انا عارف ان في ناس كتير جدا معترضه على فكره مشاركه مصر في الحرب البريه في اليمن، لكن خلينا بعيد حتى عن تجربه الستينات لان الموضوع مختلف. في سؤالين انا بقعد اسالهم نفسي طول الوقت. وضع الاعتبارات السياسيه في المنطقه، هل ده محور لازم نفكر فيه واحنا بنتكلم في تدخل برلي من عدمه؟ طيب لو دخلنا بريا هل هيحصل خسائر؟ هيحصل خسائر، واحنا عارفين كل حرب لها خسائرها طبعا، اكيد مؤكد. لكن في سؤال تاني مهم، سؤال تاني مهم جدا، احنا ليه متناقضين؟ يعني ليه بنقول عاوزين مصر ترجع للرياده مره تانية، عاوزين مصر ترجع لقياده المنطقه مره تانية، وبعدين يبقى في تحرك يساعد على هذا الامر نرفضه لاننا خايفين من خسائر؟ طب سؤال ومنطقي جدا وممكن يحصل في لحظه، لو مصر رفضت وقت ما يكون اوان هذا التدخل البري، او كانت رفضت ان هي تكون جزء من عاصفه الحزم، هل عندك استعداد انك تخسر الخليج وسط هذه الازمه الاقتصاديه الحاده؟ ده سؤال اولاني، سيبك منه السؤال ده، سيبك منه وحش، خد السؤال مهم وانا عاوز حد يجاوبني عليه. لو مصر رفضت ان هي تدخل بريا اذا ان الاوان التدخل البري في اليمن، او مصر رفضت ان هي تشارك اصلا في عاصفه الحزم وخدت جنب، ثم قررت، ركز معايا ارجوك، ثم قررت تركيا ان تتقرب من السعوديه، وده اللي بيحصل دلوقتي، في جناح كبير جدا جوه المملكه العربيه السعوديه بينادي بالتقارب مع تركيا، ثم قررت تركيا ان تتدخل بصفتها ضمن هذا المحور السني وتتدخل بريا وجويا وتساعد المملكه العربيه السعوديه في عاصفه الحزم، موقفك انت وقتها يبقى ايه؟ موقفك الإقليمي، مين اللي هيحل محلك فعليا دلوقتي؟ أنقرة. مين اللي هياخد الخليج معاه؟ أنقرة. يبقى أنت عندك تركيا وقطر قدر إن هم يكسبوا مكانك بشكل واضح وصريح، لمجرد إن احنا خايفين من شوية خسائر ممكن تحصل. احسبوا الحسبة بالشكل دي، إيه اللي نقدر نكسبه أو ما نكسبوش؟ جواد الظريف وزير الخارجية الإيراني بيؤكد برضو أن طهران تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب على اليمن. بصوا الناس بتلعب وتقسيم أدوار عامل إزاي، دول يهددوا وده يقولك لا احنا عاوزين ننهي الموضوع كله.
رئيس الوزراء الإيطالي بيقول إن التدخل في ليبيا ليس مطروحا في هذه اللحظة، لكن أعتقد إنه فيديو ذبح المسيحيين الأثيوبيين في ليبيا هيغير شكل المعادلة شوية، خصوصا لو بعد كده ذبح ناس من حتة تانية. بشار الأسد بيقول للتلفزيون الفرنسي هناك تواصل ما بين الاستخبارات السورية والفرنسية، نفس الكلام المعتاد والمقرر. قبل ما أقفل وأقول لحضراتكم تصبحوا على خير، في فيديو مهم جدا، فيديو محتاج من حضراتكم تأمل، أنا مش هرجع أعلق عليه تاني لأن هو شرح نفسه.